Safari. تستحقي. ونمشي يا بامبينا. قولوا مع السلامة. السلام عليكم، مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا الناس الكل بألف خير صحة وعافية. اليوم جيتكم فيديو جديد باش نهزكم معايا لبلاصة مزيانة كيف ما تشوفوا محليه المنظر اللي محليه. البلاصة هذه اسمها سيرميوني، حاسيلو البلاصة هذه تاني الناموس. Few moments later. حاسيلو البلاصة هذه اسمها سيرميوني، هذه في زون متاع بريشيا بحضا اللاجو دي جاردا. هكا البنات اللي في زون ميلانو وإلا بيرجمو ننصحكم يجيوها مزيانة تستحق حاصلة الرطح النفسي. مبقولوش راهو بحر وهذا هذيا لا كيف احنا لا كمتيانا هذيا بحر الطليين المغشوش المحل يعوموا فيه. فيهم هذوما البيدالو هذوما يدخلوا بيهم، اما احنا خلطنا مخر ما لازموش ندخلوا طوا، لازم واحد يجيها بكري. احنا خاطر ديما المحواس متيانا لا شيء نخرجوا مخر وزيد بعيد علينا ساعة وكيكا 20 دقيقة. وهنا وصلنا لي جابليتي حليل، شوفوا ما بنها الغازون ما غادي يلعبوا في الفولي وفيها اللي نقزوا صغار. حاسينو منظر مزيان تستحق انكم تجيوها وتبدلوا شوية، سرتول ممشيش للبحر وإلا ممشيش تفرهد. البلاصة هذه مزيانة يبدل بها واحد الجو، هو منظر الماء بركة يرتاح. شوفوا محلي هاك المنظر، بنوتي شيخ حاسب صخايب تمشي تعوم. وهاكم معنا تستكشفوا البلاصة المزيانة هذي، حاسيلو فيها مناظر تهبل كلها خضار وورد وكل الرسور متاعها محليهم. وكان عجبتكم ننصحكم يجيو ترتا حاسيلو. شوفوا محلي هيك المنظر، بنتي شيخة حاسيلو شوفي تجري مغادي عاملة جو. كان جي بحر واحد يعمل غطسة. كان عجبكم الفيديو ما تدخلوش علينا باللايكات وشجعوني، وكان أول مرة تزور قناتي ما تنسيش باش تشارك وتفعل الجرس باش ديما تتواصل بجديدي. ريت محليهم
يحبوا يمامي وهما زيعوا. ما احلاهم بالي حصلوا بنتي جات تشوف العصافر شوفوا ما احلاهم بالي هاي بيس عصبوك كفوك سي نو كوكو حاسلوا بنتي وين نخرجوا مثنيه من اول ما نمشيو ديما تحب جوع حاسلوا سيدو هذا رستوران في بيتزاريا بنتي ما عادش فيها جعت هذا رستوران هذا تحب انتي بابا بيتزا هذا مش بنجم نشوفوه خاطر توا ليل هذا حاسيلو جاي في اخر المدينه هذه البياتي متاعهم جابونا المقبلات والماء والكاكي كاكي مشيتو وننصحكم بلستو هذا ما كلتو بلينا مش نورمال عسيلو سيكونس اللي صورتها اتفسخت لي متاع الطاولة هنا البنوتي خذيتني لها بيتزا بنينة وخفيفة مش نورمال وزوجي هنا خذي سباجيتي فروتا دي ماري وانا ابن بلا خذيتو اللي هو التالياتيلي بالحوت اسمه بيرسيكو وعاملين فيها كل ليمون هكا راشينو بنينة مش نورمال شوفوا محليها بالكوبيت البانيو شوفوا حاسيكم التواليت محلي باي باي سعت لكم اسمحلي ما تقولش تواليت شوفوا كيفاش مزين شوفوا الخزينة عاملينها جو انتيكا باي وهذه انا ماكم تعرفوني حاسين الفطور بنين اللي خذيتها انا الطالياتيلي ابن ملي خذيها راجلي هذايا اسمه ريستوران اسمه ريستورانتي إيريكا قالك شتا عديو القصر السباحة والبرتو هذا فيها راس حربة قالك طبش ندخلو في الكاستيل وهذا وهاكم معايا حسيلو انا والشارج مش اصحاب بكري تسكر حكيتو في الباور كاستيلو شو ايه يعني ريتو ماما الكاستيلو صار اوكسوس هذا الممر السري قالك تو الممر السري قلنا الحسن هني الرعية قالك هاكا الحسن قالك Thank you.
كرونا على محل ما عجبتنيش برشا برشا لما طليت لي ابنينا والبلاصه احلى واحلى شوفوا محلاها تحس روحك في عصر الرومان تدخل لك القصر الحسن المدرع وتلقى ديال الراية حاسيلو دايرة تعجبوني لي رستوران حاسيلو محليهم الكل عاملين كشف مو قاعدة رومانسية جوها مزيانة وشوفوا مبنو رستوران هذا بالشجر نقلب لكم الكاميرا باش تشوفوا خير البلاصة محل الكاليفينا متاع تليفوني مش طيارة في الليل ما تبينش تصويرة حلوة برشا ونخليكم مع الدورة شوفوا محليه كالستو شوفوا الرتيلة بلاد الكل محليها وهذه حاسيلو معبية مش نورمال شوفوا انتوما الوحدة مكبر حاسيلو عملاقة كل شيء مزيان كان الرتيلة هذيك اللي ما عجبتنيش حاسيلو ما لقيتش ما نعلق هكا لقيت لكم الرتيلة ما نحيوهاش حاسيلو تهلي فيهم مقدسينها حاسين اسمها هي رتيلة اسمها عملاقة هكا تلملهم في الوشويش مخلينها تقام اكسبري باش تلمك الوشويش معبي حاسيلو بالوشويش كان جيتو مرة بيكم خذوا في الفشويشة متاع الناموس واعملوا دهنة رستوران كنا فيها سكر هكا بحذيهم متاع موتورات كان جيتو البنات اللي في الطليان لهنا بيعوا وروح قالك سي سكر وصلنا بدا ما وصلناش احنا للبونتا هي هذه نورمال مول البلاصه ريتوها خيالي انا ما يبانش نجيكم هاك ريتوها هاك ما غادي نوصلوا حتى نمشي للاخر ما احنا ما وصلناش غادي للاخر وصلنا بهالي لهنا للستار وتكمل كل على ساقيك هذيك اما به عملنا سبور به اليوم وهذا الريستوران اسمه ريستورانتي اريكا بنينا البيتزا نتاعو والطلياتيلي عجبتني ما تحقروهاش بتخزروش ما تغركمش المظاهر الاخرى السباجيتي فرويد مير مزينة ومحلاها من الجوستو نتاعها ما عجبنيش برشا طلياتيلي ابن رغم اللي فوق هذاك حوت مفترش عاملينو هكا كان تتعبوا زادة عندكم الكارت هزكم معبي حاسيلو توريست البلاصة هذي اغلبيتهم فرانسيس والهان ومن العالم اجمع احنا هنا التوينز نحوسوا هنا توا راجعين مروحين حاسيلو فما زادة يلعبوا هذيك الجولف الكل هاي يلعبوا هنا حاسيلو عملنا سبور بيه وماشية بيه حطينا الكهرباء اللوطة وجبدناها ماشية بالكدا هو يحدق يذوب شوية قال لك لي نهبطوا كبيه المشي ساعة ساعة واحد اخرجوا حتى انتوما وعملوا سبور وتمشي وهو قال لك في النهار لازم تمشي سويعة ساعات ما نمشي يا الزملاء كاوي بنوتي حاسلو تعبت حاسها بوها وانا هاني نكركر وراهم كوني حابوا بيتي باش نوقف الفيديو باش نروحوا توا للدويرة ونكملوا المسيرة متاعنا والمشي متاعنا متاع سبور نذوبوا شوية كيلوات على محل تحس روحك تتفرجك تحس الدم يطلع لك حاسلو المارش تحس الدم الكل يدور مشيتو الجمعة كاملة مشيتو اليوم انتوما اخرجوا وتنشطوا ومشيو عشان نحكي معاكم ونطلع لك لين بالصيف هذاك يدلك على اني سبورتيفة على الاخر ونمشي برشا وتوا باي نايت حاسيلو البلاصه هذه رايضه قد الفوق معبي هكا بالعبيد قال لك مشينا للحصن نتاع اكسس ولد اكسوسه ولد عم الرومان
مي في النهار احلى المنظر، حاسلو كل هاك الورد يعجبوني انا البلايص تبدا هكا مزيانه. مصاب كان جيت في تونس احنا عندنا بلايص اوكي كنت تستحفظ العبيد وتبدل من روحها تتولي حتى احنا اعز بلاد. شوفوا ما بالنا كلها ورد من داخل ابيض وداير هكا في الغوص. حتى احنا كان في تونس يعملونا الفازيت هي تتولي مزيانه وتجيها العبيد. ما احنا المشكله العبيد هي ما تنظفش، كل واحد يبدا من روحه يهز زبلته وما يلوحش في الشارع يعملوا ليه قبال. حاشكم شوفوا تمشي تلقى قبال، احنا تمشي ما تلقاش من تلوح تولي العبيد تلوح، وزيد من الصغر هو ما حاجه سنسوا بها. شوفوا محليها كل منظر ورا القمره بحثينا اللاجو. شوفوا ما ملاك يعملوا برشا حاجات. شوفوا محليها قلبت لكم الكاميرا اين منظر طبيعي خلي. توا حبوا بيتي نقول لكم باي باي، نتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تبخلوش عليا باللايكات كان عجبكم الفيديو وشجعوني برشا لايكات. تنقول لكم باي باي، بوسه كبيره ليكم يا احلى عيله.